مرحبا بكم في شاطئ سيد البشير اقليم الناظور. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي ناخذكم في واحد الجوله هنايا في شاطئ سيد البشير باش تشوفوا الجماليه ديال الشاطئ. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الشاطئ ها هو، اللهم بارك. الصيف الصيف سيف ونار قدات، تبارك الله. شوف تعورها عامرة، اللهم بارك. شوف ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. شوف كلشي جديد، جميع الانواع ياك، جميع الانواع وكلشي اللي كيكون جديد. مرحبا بالجميع، تبارك الله سيدي. بالنسبه كتخدموا الكيلو ولا بالبلا ولا كنخدموا الكيلو؟ كنديروا له 180 درهم للكيلو. 180 درهم للكيلو. وعليكم السلام عبد الحميد، كي داير اخويا؟ لاباس عليك؟ الامور هانيه الحمد لله، بارك الله فيك. نشوفوا الطويجنات. مرحبا. سلام ما شاء الله. ها انتم تشوفوا معنا السي الراضي والسي هشام، تبارك الله عليكم. ها انتم تشوفوا الطويجنات، داك الشيء ما شاء الله. ها انتم تشوفوا، يا سلام. بسم الله على بركة الله. دوموندين هنايا في شاطئ سيد البشير واحد الصبة ديال الحوت. هاهي تبارك الله، غادي نذوقو غادي نردو عليكم الخبر، زائد البراد ديال أتاي. الجلسة ما تحلى غير مع البراد، ما شاء الله. انتم تشوفوا براد بالنعناع دايزو الكلام. بسم الله، شحال الخبز؟ 4 دراهم الخبز. ها هو شوف السيكوك، هذه الاجواء ديال الطريق ديال سيد البشير. ها الخروب، شحال كدير له الكيلو؟ الكيلو شحال؟ شكاره. شكاره بشحال؟ 20 درهم شكاره. ديال المنطقه هذا؟ تبارك الله، الله يبارك ما شاء الله. هذا العام عطى الخير ديالو الخروب. الشتاء اللي قهرته الشتاء ياك، الشتاء جفاف اللي كان شوي، اللي كان جا الشتاء شويه تكون شويه، ولكن دعوه زينه تبارك الله. حتى هذه راه كتسقي شويه كما كتعاون بالماء. تعاونوها بالماء، بالماء تكون ما كايناش كاع، دعوه ناشفه قول لي. يلا يلا بسم الله. هاي السيكوك تبارك الله في سيدي البشير. بسم الله. هاد الصبح هذا حنا كنتواجدوا في شاطئ تامضايت او شاطئ سيد البشير اللي ماشي بعيد بزاف على راس الماء. كابدولو بواحد 9 ديال الكيلومترات تقريبا، وعلى مدينه الناظور ب 50 كيلومتر تقريبا. المهم غادي نحاولوا نبارطاجيو معكم الاجواء ديال الشاطئ، اللهم بارك. شاطئ زوين نقي لعشاق البحر. كتلاحظوا هاد البلاصه هذه كما كتشوفي فيها الباركينغ. هنا الشاطئ ها هو، اللهم بارك. الصيف الصيف سيف ونار قدات، تبارك الله. شوف تعورها عامرة، اللهم بارك. شوف ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. شوف الناس راها تعوم هنايا لعشاق البحر. يا سلام ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. إذا بالنسبة للشاطئ راه عنده جوج طرقان. هاد الطريق هادي تقدر تفوت بالسيارة ديالك وتدخل حتى للشاطئ كما كتشوفوا، حتى لهيها تحت السيارة ديالك. وكاين هاد البلاصة هادي اللي من الفوق ما يمكنلكش تفوت، تحط السيارة ديالك في الباركينغ الفوق وتهود في الدروج. ها هوك الدروج، ها هوك لهي. غادي نهودو إن شاء الله جميع، غادي نهودو ان شاء الله باش نبارطاجيو معكم الاجواء ان شاء الله في شاطئ تامضايت، اللهم بارك. شاطئ زوين لعشاق البحر وعشاق الهدوء، تبارك الله. شوف والناس اللي بغات تضرب دويره في البحر راه كيتكراو هذوك الباطويات واحد 8 يعني ما تقريبا 50 درهم 60 درهم. كاين العائله اللي تخلص 20000 كتدخل كامله كتضرب دوره كما كتشوفوا. بصراحه بلاصه زوينه انتم تشوفوا. ان شاء الله غادي نمشيو ان شاء الله باش نبارطاجيو معكم الاجواء، غادي نهودو من جهه الملهى. ودائما خوتي الصلاه على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا نمشيو ان شاء الله نهودو لتحت باش تشوفوا الاجواء كي داير. شوف تبارك الله شحال جو ديال الناس، صحاب السيارات هذا راه غير النص، كاين النص اللي ملهي عاود اللي يدخل من الجهه اللي ملهيه. بلاصه زوينه تبارك الله، تحط السياره ديالك هنايا ما كانش كاع اللي يخدش فيها. كاين العساسه هنايا بزاف ديال الاصدقاء ديال الناس اللي راه مكلفين بهاد السيارات العساسه. طويجنات ها هما،
تبارك الله الدعوة عامرة الله يبارك. حنا كاين الدروج الناس اللي بغات تهود لتحت راه كاين الدروج. انتم تشوفوا الدعوة تبارك الله يا سلام. تبارك الله مصلي عليك يا رسول الله. شوف الماء الماء شحال صافي تبارك الله شوف. يا سلام تولي ما شاء الله. شوفوا الطويجنات تبارك الله يا سلام ما شاء الله. هنا يا في شاطئ سيد البشير ما شاء الله يا سلام بسم الله. انتم تشوفوا الطاجين على حقو طريق وشوف يا سلام ما شاء الله. انتم تشوفوا شحال القطيب هذا ولا الكيلو هذا غير ديال الناس جابوه الناس معك. انت شوف شوف الطواجن اخويا تبارك الله. داك الشيء 100 درهم 100 درهم واش فيه هذا؟ الدجاج ديال الدجاج تبارك الله الله يبارك الله يبارك. تبارك الله دير عبد اللطيف القنوري صافي. انت شوف معنا السي الراضي والسي هشام تبارك الله عليكم. انتم تشوفوا طويجنات داك الشيء ما شاء الله. انتم تشوفوا يا سلام. عندكم حتى الشوايه ديال السردين تبارك الله. داك الشيء بان لي نقي ما شاء الله. الله يبارك الله يعطيك الخير. السلام عليكم السي مراد كي داير اخويا لاباس عليك وشي بخير الله يحفظك. مرحبا شنو عندنا اخويا؟ بسم الله زيد كيما كتشوف تبارك الله ما شاء الله كلشي جديد جميع الانواع ياك جميع الانواع وقلت لك كيكون جديد. مرحبا بالجميع تبارك الله سيدي. بالنسبه كتخدموا الكيلو ولا بالبلا ولا؟ كنخدموا الكيلو كنديروا له 180 درهم للكيلو. 180 درهم للكيلو تبارك الله 180 درهم للكيلو سيدي. يبان لي داك الشيء دائما الجديد مع الالكتريسيتي كتكون ناقصه يعني كنجيبو بالكيلوات وما كنجيبوش بالستوك تبارك الله. يعني كل حد توجور كيكون طري كيكون طري. وبالنسبه للانسان يختار اللي بغا ياك يعني داك الشيء اختيار ديالو شوازي اللي عجبو يعني يختار منه ومنه وتدير الميزان منين ما بغا هو. وبالنسبه لشو كتقدموا كاع في الماكولات يعني الصوبا بالنسبه للمنيو هو نشوفوا المنيو كاين الحوت زيد كاين الشوايه كاين لي بواسون فاريي داير 180 درهم للكيلو. كاينه بايلات دي بواسون كاينه سلطه ماروكان ارتيشور بالبصله الزيتون كاينه الفريت ديال الدار فريت داك الشيء ما ميزو كاينه السوبا ديال السوبا ديال الحوت ديال الحوت بارفي ما نضرش كليتي هادشي غندوقوك منها السي الله يحفظك. كاينه شويه السردين همبرغر بيتزا تاكوس كاين كلشي. لا طواجن مالوغوزمون ما كنديروش لي بواسون انت كتشوف هنا ما شاء الله. مرحبا مرحبا بكم في الريستو ديال سيدي الباشير. سيدي الباشير ها هو تدخلوا عليه تحياتي. بالنسبه للجلسات ها هي جلسات عائليه اللهم بارك على جنب البحر ما شاء الله. جلسه هنا يا سلام ما شاء الله جلسه زوينه. هذه البلاصه اللي قلت لكم تقدر تجيو بالسياره ديالكم بصح بالجهه اللي من لهيه كتدخل بالسياره ديالك ديريكت حتى لهنايا. كاين بزاف ديال الناس اللي ما يعرفوش هذا المكان هذا. انتم شوفوا تحت السياره ديالك هنايا على جنب البحر لكن عادي ماشي مشكل. كي الجهه اللي من لهيه كي هذه الجهه اللي من. السلام عليكم سي عبد الحميد كي داير اخويا لاباس عليك الامور هانيه؟ الحمد لله بخير الله. نشوفوا الطويجنات مرحبا تبارك الله شوف مرحبا. بسم الله هذا اش من لحم ولا دجاج هذا؟ لا الدجاج دجاج تبارك الله يبان لي عمرته مخير بلا تهلا في الكليو ايوا تيجي العائلات تيعجب لهم داك الشيء ديال تبارك الله ما شاء الله. هذا الثمن ديالو شحال؟ هذا الثمن ديالو 120 120 على حسب العائله على حسب نشوفوا هذا عاود تبارك الله اخويا داك الشيء ما شاء الله. مرحبا تقريبا كيف كيف الثمن؟ تقريبا كيف كيف تبارك الله. وكيف كيف الطوجين كاع كيف كيف؟ اللحم وكاين البيبي لا داند والدجاج كاين اللحم والدجاج تبارك الله والبيبي لا داند لا داند نشوفوا هذا ما شاء الله ما شاء الله. مرحبا هذا طاجين عائلي ياك ديال العائله ديال العائله بالنسبه لها تبارك الله ديال العائله تبارك الله ما شاء الله. سيدي مرحبا بكم في شاطئ سيد البشير عند سي عبد الحميد ها وعقلوا عليه يبيع طويجنات تبارك الله ما شاء الله. انتم شوفوا الزوار اللي جاو عندنا مرحبا بك تبارك الله عليك سي عبد الحميد الله يحفظك ويقبل علينا سيدي الله يعطيك الخير. كنديروا الواجب حنايا النقاوه شويه الجوده ضروري النقاوه ضروري الانسان يدير الجوده باش يدور الحركه والناس تجي الله يا ودي. لا شي واجب عندنا عند رب العالمين الحركه الانسان يدير شي حاجه يديرها في الطبع ديالها ضروري الله يحفظك تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله.
انتم تشوف. وكاين قبل تبارك الله يبلش شفت الناس الدواء عامره. آه الله يحفظك. كم سي محمد كي داير اخويا لاباس عليك؟ الامور هانيه. احنا جينا عندكم دركي هنايا للشاطئ سيد البشير نشوفوا الاجواء كي دايره. مرحبا اخويا. كي داير الاجواء؟ كاين شي حركه؟ كاين شي بلي كاين؟ انا اخويا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الله يبارك فيك. بسم الله. هذا الطاجين ديال الحوت اخويا. طاجين ديال الحوت تبارك الله. ما شاء الله. شحال الثمن ديالو هذا؟ هذا داير 150 درهم. 150 درهم يبان لي طاجين كبير. عائلي تبارك الله. هذا حتى هذا عاوتاني ديال الحوت. ديال الحوت. 150 درهم. 150 درهم. وهذا اللحم ولا الدجاج؟ هذا ديال الدجاج. ديال الدجاج هذا تبارك الله. هذا 150 درهم. 150 درهم تبارك الله. صلى عليك رسول الله. هذا هادو ديال اللحم هذا. ديال اللحم هذا. تبارك الله. هادو كاملين عائلة. كلهم اخويا. كبار وبان لي عامرين. لا لا عامرين طاجين ديالي. الله يبارك فيك. الثمن مناسب مخير. الله يعطيك الخير. الله يعقلوا عليه السي محمد سيد البشير تحياتي. مرحبا. الله يحفظك. سيد البشير مرحبا. الله يبارك فيك. يلاه تحياتي لك. شكرا. شكرا الله يحفظك. حنا كنتواجدوا الان في شاطئ سيد البشير ونشوفوا الطويجنات اللي كيتباعوا هنايا تبارك الله. اللهم بارك. هذا طاجين عائلي ياك. عائلي تبارك الله. تقريبا 7 ديال الاشخاص يعني بالنسبه للثمن ديالو؟ الثمن ديالو اللي كيكون بالدجاج كيكون 150 درهم، اللي كيكون باللحم كيكون 170 درهم. 170 درهم باللحم. كيكون من الحوت كيكون 200 درهم. الحوت 200 درهم. شوفوا هذا صغير شويه. كاين هذا الموين. تبارك الله. الموين هذا كيكون ما بين 100 درهم حتى 120 درهم. 100 درهم 120. اللحم اللحم اذا كان باللحم كيوصل حتى 150 درهم. اللحم شحال في ديال اللحم كاع نص كيلو مثلا؟ لا نص كيلو ما كيوصلش. ما يوصلش. ما بين 300 400 درهم. 400 غرام تبارك الله. واش كتقدموا كاع هنايا مثلا الحوت الشوار؟ عندنا اول حاجه اللي معروفه في المغرب راه الطاجين. الطاجين المغربي. هذا اللحم هذا اللحم لا لا هذا الحوت. الحوت تبارك الله. طون ما شاء الله. وكاين البواجو. تبارك الله. البواجو. يا سلام. صاي قول لي اعطيك التيكي. هذا البواجو. هذه هي الوجبه الاولى ديال الاولى ديال تبارك الله. والمره الثانيه كيكون عندنا لي فريتور ديال لي بواسون. كاين عندك هنايا شي نشوفوا بعدا؟ ما كانش. كاين غير في الميني. كاين عندنا الحوت. الحوت مخلط. مخلط كيكون مخلط يعني الصور لاكروفيت كراميل البواجو. الروجي. وكيكون عندنا عاوتاني بيتزا فرويد ميغ وكاينه مارغاريتا وكاينه ديال الطون ولا بولي. والناس غادي يسولوني على الشوايه ديال الحوت. كاينه ياك؟ كاينه الشوايه ديال الحوت. هامبورغن والطاكوس. تبارك الله. كنديروا الفريت والسلطه بايضه والسكر. وكذلك المشروبات لاتاي والمناضة. تبارك الله. وبالنسبه للجلسه العائليه تبارك الله كما كتلاحظوا الكراسي يعني ايه هذه جلسه عائليه كتكون في يعني في لاتيراس فين كيتغداو الناس وكاين عاوتاني في اللي بغى يدي عاود ليها يمشي كنسيفيو حتى في لاتيراس فين الله يحفظك يعني الناس فين كتغدا على لاتيراس. الله يعطيك الخير. شكرا بزاف. الله يحفظك بارك الله فيك. شكرا. يعني هذه الاجواء ديال الشاطئ سيد البشير كما كتلاحظوا. الحمد لله اليوم بدا وراها عامره الصيف. الله يبارك تبارك الله. شوف بسم الله كاس ديال اتاي بالنعناع شاطئ سيد البشير. تبارك الله عليكم خوتي. ضمندينا واحد الصوبة هنايا في شاطئ سيد البشير. بصراحة صوبة زوينة يعرفوا يخدموها ديال الحوت. داكشي تبارك الله. داكشي تبارك الله. يا سلام. بسم الله. والبراد ضروري. لا تعرفوا يخدموا هنا تبارك الله. شوف الله يبارك. غنكملوا ان شاء الله الصوبه ديالنا. بسم الله. نديروا نكملوا لكم واحد الدويره ان شاء الله هنا باش نشوفوا الاجواء كي دايره. وتحياتي. تبارك الله نصلي عليك راسه. شوف الماء شحال صافي تبارك الله. شوف يا سلام. قولي ما شاء الله. شوفوا الطويجنات تبارك الله. يا سلام ما شاء الله. هنايا في شاطئ سيد البشير ما شاء الله. يا سلام. بسم الله. ها انتم تشوفوا الطاجين على حقه وطريقه. شوف يا سلام ما شاء الله. ايوا انتم تشوفوا شحال القطيب هذا ولا الكيلو؟
هذا غير ديال الناس جابوه الناس معاك. انت شوف الطواجن اخويا تبارك الله، داك الشيء 100 درهم واش فيه هذا؟ الدجاج ديال الدجاج تبارك الله، الله يبارك الله يبارك. تبارك الله، دير عبد اللطيف القنور يا صاحبي. انت شوف معنا السي الراضي والسي هشام، تبارك الله عليكم. انتم تشوفوا طويجنات داك الشيء ما شاء الله. انتم تشوفوا يا سلام ما شاء الله، انتم تشوفوا الله اكبر.